الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب شو، موعدكم الأسبوعي مع الفن والثقافة والإبداع. كل سبت كنتلقاو مع جوج ديال المبدعين المغاربة اللي كيعطيو الكثير في المجال ديالهم. اليوم معنا جوج ديال الشباب مبدعين جدا 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 في الجرافيك ديزاين، وكل ما كيجي من تحت من الجرافيك ديزاين وكل تشعباته. هو الجرافيك ديزاين واحد الفن اللي هو راقي جدا وجميل جدا. معنا جوج ديال الضيوف حاضرين معنا. طاهر رشيدي، مرحبا بك. الله يحفظك، نهار كبير هذا نكون معكم اليوم. الله يحفظك. ايمن بوطالب، الله يحفظك، تبارك الله عليك. مرحبا. واحد في المغرب واحد في الامارات العربيه المتحده، غنهضروا على القصص هذو كاملين. كدير واحد الخدمه اللي هي زوينه ونقيه بزاف. الجرافيك ديزاين غادي نعرفوه، ولكن قبل داكشي غنشوفوا شنو كتعرفوا ديروا، لانه داكشي ما بين قوسين مبهر. نشوفوا الصور ومن بعد نرجعوا. هادو شويه من بزاف ديال الحوايج اللي كيديروهم كل من طه رشيدي وايمن بوطالب. مرحبا بكم مره اخرى. من طبيعه الحال حنا قلنا غنهضروا على الجرافيك ديزاين لانه هذه هي الحاجه ولا نقطه انطلاق ديال كل واحد فيكم. بعد كل واحد دار لا سبيسياليتي ديالو، ولكن لا بغينا غير الناس اللي كيتفرجوا فينا يفهموا بعدا شنو هو الجرافيك ديزاين. كل واحد فيكم يقول لنا في جمله. عندو بعض الدومين ديال الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين دومين كبير بزاف، وفي اي حاجه اللي تقدر تصيب لي زافيش لي بون ديسيني، اي حاجه ارتستيك راه داخله في الجرافيك ديزاين. يعني اي حاجه كتشوف في السينما ولا في لي بيبل في التلفازه، فبالنسبه لي انا داك هو الجرافيك. الفيزوال طبعا، اي حاجه ارتستيك فيزوال، اي حاجه ارتستيك فيزوال كتشوفها راه داخل فيها الجرافيك ديزاين. واخا كتكون داخل فيها غير شويه راه كيتسمى جرافيك ديزاين. هو كيتسمى جرافيك ديزاين. ايمن متفق شي اضافه؟ ديما انا كنربط الجرافيك ديزاين بحال شي بحال الباكاجينغ اللي كتشوفو وكيخليك تشري داك لو برودوي. يعني هذه وقيس على ذلك سورتو مع لي زارتيست. وهذه يعني شنو هي ديك لافيش اللي تخليك تفرج في داك لو كليب ولا تفرج في داك الباكاجين داير وافيش واعلان واي حاجه يعني اللي غادي تقدر تخليك. اول حاجه كتلاقى مع الكونسوماتور هو 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 لو غرافيك. وحتى وصل الكليب الجرافيك ديزاين، تكلم على الكليب حتى وصل الكليب. راه ملي كيخدموا دابا لي كليب بالفون فيغ راه بزاف ديال الخدمه ديالكم ديك الساعه كتولي ديال لا خدمه كبيره ديال بوست برودكسيون. والجرافيك ديزاين راه كيقرب بزاف ديال الجرافيك ديزاين. ندخلوا لحوايج اخرين، حوايج اخرين ياكو بلاتي، ندخلوا لحوايج اخرين من خلال الفقره الاولى. نبداو من الاول. ايمن بوطالب، انت عندك 28 عام، عشتي ما بين سطلا والقنيطره والدار البيضاء، يعني مدن اللي فيها حركيه ثقافيه كبيره. اللي قال سطلا والقنيطره راه كيقول الرباط محرك الوقت مزيان. تلاقيتي بزاف ديال الفنانين، لهذا كانوا عندك تعاونات ما بين قوسين مع الكثير من نجوم مغاربه. ولكن خليني نرجع معك من الاول، شنو هي الحاجه اللي جعلتك انك تقول الجرافيك ديزاين هو المجال اللي غادي نقرا، هو المجال اللي غنشتغل فيه؟ هو شو كضحك، هو حيت كيعجبني نتفرج في لي ديسان انيمي، ومن شحال هذه وكنقول هذاك البيرسوناج كون زادوا ليه شي لعيبه كنرسموا لهادي وكنبدا نتخيل داكشي. يعني عمت في داك البحر ديال لاغ وقررت انني نسويتشي من ليكونومي لغرافيك ديزاين. دونك باغ باسيون، انت الجانب الاقتصادي ما كانش كيهمك، ما كنتش عارف كاع الابواب اللي غيتحلوا لك بهذاك المجال. انت غير كتبغي الرسوم المتحركه وكتبدل شي حوايج. وكنظن ان هذه اهم حاجه، زعما في اي مجال بغيتيه من قلبك كيعطيك وكتعطيه الكثير. هضرتي على ديسان انيمي، اين ديسان انيمي اللي كنتي كتفرج فيه وانت صغير؟ سبيس تون. كلها عندكم لي ميم ريفيرونس؟ لا لا علاقه. انت لا انا بالنسبه كنا بدينا في سبيس تون وباقي لحد الان دوك لي زانيم ديال سبيس تون، حيت لي زانيم سبيس تون راه ماشي ديال العرب، ولكن هذوك الانيم باقي لحد الان تيخرجوا، مازال لحد الان كنتفرج فيهم. صح. وي انت حتى انت بديتي يعني القرايه ديالك، وصلتي للمرحله الثانويه، قررتي انك دير اغابليكي. واش ديك الساعه صافي بدا الشغف كيبان، بدات لا باسيون كتبان ولا؟ الصراحه هذيك بقات مغامره. اوكي. حيت انت ديك الوقيته ما عارفش راسك شنو خصك دير، وما عارفش اصلا شنو هو الدومين وشنو، انت كتقلب راسك. وحتى حنا عندنا واحد المشكل ديال لونتوراج ما كيعاونكش انك دير داكشي اللي باغي، لان شي حاجه جديده عليك، حاجه جديده وما عارفينش. وانا كنت واحد المدينه اللي اسفي اللي الدومين ديالها تقريبا منعدم انك تعرف شنو فيه، فغامرت. واخا في الاول الدار كتبغي تشرح لهم بلي راه خصك دير هذا الدومين هذا، وشرح لهم راه شنو هو ذاك الدومين، هما كيعرفوا غير ديار ولا طبيب استاذ كذا، ولكن الحمد لله غامرنا ودرناه حيت داكشي كتبغيه، كتقلب داكشي اللي كتبغي. وساندوك في الاخر، لان جيتي لكازا باش كملتي قرايتك، درتي اون ايكول سبيسياليزي في لي زارت غرافيك، وتخصصتي في الجيم ديزاين. يعني واحد الساعه عرفتي راسك شنو بغيتي دير. اكزاكتومون. لا ورا الباك، ورا الباك فاش شريت لي زابليكي كنت كنرسم وكنت كل شيء وكنت كنخدم اصلا داك الشيء في الدار، الجرافيك ديزاين وكذا، ولكن ما كتكونش عارف راسك شنو باغي. فجلست عام ورا الباك
جلست كنقول شنو خاصني ندير مزيان حيت ما عارف راسي بالضبط شنو خاصني ندير. ولكن خدمتي على السكيلز ديالك في هذاك العام تعلمتي حوايج كثير. عاونتني بزاف كاع في هذاك العام عاد بديت كنكتشف شنو خاصني ندير. قلت شنو خاصني ندير بديت كنقلب هي فاش لقيت ستوديو ام ايكول في كازا درت فيها الجيم ديزاين والانيماسيون الصراحه عاونوني بزاف ديال بروف فيها وصار من تما بديت كن تخصص بان مزيان ديك الساعه عرفت راسي شنو باغي ندير شنو كذا وباقي لحد الان باقي كنقلب ورا باقي كنشوف راسي شنو كتعمقوا نقدر نقولوا ماشي فوالا تقلب هو مجال ابتسام كيبانوا فيه كيسحاب لك في الاول بانه كاين لي بروفيل كثار ولكن هما الناس اللي كيخدموا فيه قلال بزاف قلال واش حيت الناس اللي كيخدموا فيه قلال بزاف كتربحوا بسرعه الثقه ديال الفنانين اللي كيكونوا كبار انت خدمتي مع سعد المجراد وإيموراجي وماركات يعني وماركات ولا كتحس بانه كانت عندك انت مثلا شي حاجه زايده باش خدمتي مع هاد الفنانين وثقوا فيك صراحه بيع راسك بيع راسك وخا دابا انت زيد بيع راسك هو راه صافي باع وسالم وصراحه والمليح باع وراح كيسون ديال القلال هما ما قلالش بداك المفهوم ديال راه ما كاينينش هما راه كثار ولكن كيفضلوا ديما انهم يتانستالاو في ديز اجونس ويكون عندهم اون ستابيليتي ديال السالير ومدخول قار ومدخول قار وعلى انهم يخرجوا البحر ديال الفريلانس هنا فين كاين المشكل حيت سي ان ريسك اللي كبير بزاف بصح جو بونس حتى طه هذا الريسك اللي واخد دابا انا حتى طه دخل في هذا المعمعة هذه ديال الفريلانس حيت ملي كتقول انا فريلانسر صافي خاصك نتايا تقلب على الوكليه باش تصاوب لي الخدمه اجونس راه هي اللي كتجيب لك البريف بصح كتولي كتانتربريتي وعندك ان سالير دابا انت اختاريتي الفريلانس هذوك الفنانين الكبار شنو يجعلهم يثقوا فيك؟ كتكون انا صراحه امنت بواحد شكون الاول اللي بديتي معاه؟ انا بغيت نعرف حد الاول هو اللي جريك البقيه لانه غتبان خدمه اللي بديت معاه هو سعد المجرد سعد المجرد هو سعد المجرد بوندون الكونفينمون كنت درت واحد الكونسيبت ديال كناخذ لي زارتيست مغاربه وكنحاول نحطهم في ان اونيفيغ ديال نتفليكس وديال لي زافيش افلام كبار عالميه وخدمت واحد لافيش نتفليكس درت عليها نتفليكس ديال سعد ولعبت بهذاك لو جو دو مو ديال مجرد سعد جاست هابينس وعجباته لعست فقط لقيته مبارطاجيها والبلباله صافي بعد مرات شي حويجات تيوقعوا ما تنكونوش ماشي ما ضامنين ماشي ما ضامنين ما ضامنين التحالات ما كتخيلوهمش ولكن ما اي كت في يد الله راه ملي كتطلع هذه عاد كتفهم باللي راه عندي واحد لو بوفوار انا ما كنتش عارفه دونك راه جو في فونسي في هذه القضيه هذه وغادي ندير برافو عليك حاجه مهمه كيف ما قلتي لان الاول كيجر لك بزاف وخصوصا ملي كيكون الاول هو راه السوق اكزاكتومون هو راه السوق هذا الشيء اللي كان طه انت حتى انت اشتغلتي على مجموعه ديال الافلام على مجموعه ديال لي زيفينمون يعني ولكن شنو الاول شنو اول حاجه اول بروجي اول شخص تقفيك ولا اول اكزاكتومون بحال كما قال ايمن في الاول كتكون في الاول حتى في السوشيال ميديا ما معروفش كاع منعدم فهمتي ما كاينش اذا خصك كتقلب على هذيك التغرب باش انك هذاك الشرجم خصك تقلب على كيفاش دير هي بديت كنعرف ديزانفلونسور بديت كنعرف بنادم اللي معروف كنخدم معاه كتخدم معاه هذا بعض المرات خدمات اللي ما معروفينش لحد الان حيت اصلا كان انستغرام الاول مشى ليا كان فيه بزاف ديال الخدمات فاش جيت لكازا ديك الساعه بدا كيعرفني بنادم هي فاش خدمت مع ايموراجي في الاول فاش تلاقيت نيت مع ايمن أوكي. من تما بدا بديت خدمت مع هذا خدمت مع السي موزراتي خدمت مع الدراري وكتبقى غاده بحال هكا اذا ديك البديه هي اللي صعيبه كازا كتمثل علامه فارقه في حياتكم انتم جوج انت كنتي في رباطكم قريتي في الرباط انت كنتي في اسفي واش نقدروا نعتبروا بان الدار البيضاء علامه فارقه في حياة اي واحد بغى البلاصه اللي خصك تكون فيها الا بغيتي دير هذا الدومين فرق كبير بزاف نقدر نقول لك بزاف نقدر نقول لكم كون بقيت دابا انا في اسفي كنبقى في اسفي حيت هي اللي كتخليك تلاقى مع لي زارتيست اللي كيخليك تثق بهذا وكما كنقولوا سميتو لونتوراج هو اللي كيخليك انك صراحه كازا من شحال هذه وانا كنشوفها ك ميزون دو برودكسيون كبيره كتدخل لهاد الدار هذه صافي غيوجد راسك التمارة والعصا نيويورك ديال افريقيا تقريبا محرك الدنيا فيها مزيان سي فري دوماج انه واش دوماج واش ماشي دوماج ان المدن الاخرى ما تكونش فيهم هذا هاد لا كونسونطراسيون اللي كاينه سواء ديال لي زاجونس ولا ديال لي زارتيست ولا ديال لي ميزون دو برودكسيون لان هي اللي كتعاون حيت كيبغيو يديروا ولكن ماشي نقدر نقول لكم ما تنجحش فيهم داك الشيء علاش حيت كيبقى في ديك المدينه خاص بنادم يوعى بعدا شنو راه واقع حيت واخا تمشي دير فيها شي حاجه ما كتوصلش لبنادم حيت انا كنعرف بزاف ديال الناس مشاو داروا دي جاجونس اس في بغاو يكريو شي لعبه في اسي ما كيصدق لهم والو هادشي كاين في العالم كامل حتى بحال دابا في امريكان كاين نيويورك معروفه بزاف بهادشي لندن باغي لابد ما كيكون واحد المركز كيخرج منه كلشي وكلشي كيقلب انه يمشي ليه انت خويتي هذا المركز اللي هو الدار البيضاء اللي كان حل كبير بالنسبه لك حياتك مشيتي لابو ظبي فهاد المشيه ديال ابو ظبي فيها مغامره كبيره تكلمتي على مغامرات فريلانس انا كتبان لي المغامره الاكبر
هي تمشي لواحد السوق اللي عندك فيه منافسه ديال الهنود وديال الفلبينيين ديال الدول العربيه كامله، واللي ملي مشيتي في الاول ما كتعرفش انت كونتنت كرييتور يعني كدير كرياسيون دو كونتوني صناعه المحتوى جرافيك ديزاينر ودابا مدير ديال ديال قسم الاعلام. باش مشيتي لابو ظبي كيفاش كانت البدايه؟ شنو البدايه؟ صراحه كانت قطر. انا في الاول كنت ضد نمشي نخوي المغرب سوا ديزون، ولكن فاش مشيت لقطر بحال قلتي عاد فهمت باللي راه كاين، كنشوف لي بانو كنشوف لي بو بلاكوم محركه كيف كنقولوا، وقلت راه هذه هي بلاصتي الخليج. انا الا جيت بهاد ليكسبيرتيز ديال المغرب وهذا لو بورتفوليو، حيت حنا جوبونس البلاك الوحيده ديالنا هي البورتفوليو. ملي كيكون عندك عامر كتيق شويه كتيق، انا خديت عندك ما توري بعدا اللي غي مشيت في بالي الصراحه، مشيت في بالي على اساس غنمشي لتما صافي غيقولوا لي انت خدمتي مع هادو خدمتي اجي تخدم، سي لو كونترير. مشيت لقيت اون كونكورونس خطيره وقويه بزاف، وماشي من عرب من كاع العالم جميع الجنسيات حيت عاوتاني كيتجمعوا الناس وابخي ملي كتدخل معاهم في ديك الجو ديالهم كتفهم باللي راه تو دو ايت ريفيرونسي حتى في ديك الارض. باش تريفيرونس في ديك الارض خاصك تخدم بحال هنايا بحال كي بديت في كازا كتبدا تما بدايه جديده نقدروا نقولوا، خاصك حتى هي دير فيها الغيزو ديالك وخاصك حتى هي توري فيها حنه يديك ودير فيها بورتفوليو جديد. انت تاها اختاريتي ان البورتفوليو ديالك يكون مفتوح على انترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الخصوص. تخصصتي في الانيمي نقدروا نقولوا كونسيبت ارت. كونسيبت ارت فسر لي بعدا اولا شنو هو هذا الشيء كله وعاد باش ندخلوا في الطومين ديال الكونسيبت ارت. ندوف تماما. الكونسيبت ارت هي باش يفهمها بنادم اللي كيتفرجوا، الكونسيبت ارت هي اي حاجه هي كتكون في الاندستري ديال الجيمز ولا الاندستري ديال الافلام ولا اي حاجه اللي غتصيب قبل ما يخرج ذاك المنتوج اللي هنا، هو كيتسمى الكونسيبت ارت. لا في الكاركتير ديزاين لا في الانفيرونمنت لا في الديزاين ديالو كيفاش غادي يخرج، هذا هو اللي كيتسمى الكونسيبت ارت اون جينيرال، ولا السي جي اي كمبيوتر جينيريشن ايميجري، اي حاجه كتصيب بالبي اس سي ولا كتصيب شي حاجه لي فيزويال. هاد الدومين هذا الصراحه ما كاينش في المغرب، حيت قليل كنلقاو الا لقينا في المراه نلقاو ستوري بورد نلقاو شي حاجه كترسم، الا كانت شي حاجه كترسم باليد دودي قليل في المغرب، ولكن كنحاولوا نتادابطوا معاه حيت حتى الكونسيبت ارت راه داخل في الديزاين داخل في الجرافيك ديزاين داخلين فيه بزاف ديال العوامل. ما كاينش في المغرب ما كاينش الناس اللي تيديروه ولا ما كاينش الطلب عليه؟ ما كاينش، ماشي ما كاينش الناس اللي كيديروه، كاين الدراري تيخدموا ولكن الطلب عليه فاش انك توظفوا في شي خدمه ولا شي حاجه ما تيخدموش به قليل. داكوغ، يعني الطلب اللي ما كاينش. دونك انت كتخدم اكثر مع ليترونجي. انت قلتي لي باللي الناس كيقدروا ماشي كيقدروا كيعرفوا اكثر على برا على هنايا، علاش في نظرك؟ واش نقدر نقول لك باقي هنا في المغرب بنادم ما تيستوعبش داكشي اللي كدير؟ اذا شحال من واحد انا براسي كنعرف كيدخل الكونت عندي وما تيعرفش اصلا واش مغربي ولا ماشي مغربي وتيخرج دغيا. وهي بصح فاش كنشوفوا لاباج ديالك زعما فوالا حتى من بعد تكون في اي بلاصه في العالم فوالا حتى من بعد حتى تيعرفوني كدا عاد كيدخل كيقول يا عاد فهم دابا شنو كدير وكتشرح لي وكذا. اذا بنادم باقي ما عندناش ديك الثقافه ديال انك تدخل تكتشف ولا تفكر هذا شنو كيدير هذا شنو كيدير وعلاش كيدير هذه الحاجه وعلاش كيدير هذه الحاجه، ولا بنادم فهمت خصو يشوف يفهم داكشي وصافي كيباس. هذه المساله اللي كديروا مهمه بزاف طبعا بجوج، الكونسيبت ارت ديالك زوين، بديتو في الاول بالرسوم المتحركه، وحنا دائما ما كنا كنقولوا بانه عندنا اشكاليه في الرسوم المتحركه في المغرب، لان باقي المستهلكين ديال الرسوم المتحركه ما عدا بعض التجارب اللي كانت اللي هي جميله جدا ولكن كتبقى جد كنا محدوده. كنا ولا زلنا زعما. كنا ولا زلنا يعني مازال ما كاين والو. نحن نستهلك ولكن لا ننتج. فهمتي كاين سي محمد نصيب دار مجهودات، كاين ياسين حتى هو دار مجهودات، واللي رئيس الحريشي خدموا على ديك الشيء مزيان، ولكن كيبقى ديك الشيء على حسب الامكانيات اللي كاينين وعلى حسب عدد الاشخاص اللي كيشتغلوا فيه قليل. واش ما كتفكروش واحد الوقت انكم تمرروا لهذه التجربه ديال الرسوم المتحركه؟ جاوبوني بجوج، بدا انت الاولى ايمن ومن بعد نشوفوا طه. انا الصراحه دابا فيك دخلت في هذا الشيء اللي انا خدام فيه دابا جو بونس با نرجع. دابا انت اصلا بديتي تقريبا في الدومين. هو كيتنافس مع دبي، واش مشى ابو ظبي كيتنافس مع دبي. حيت الدومين اللي خداه هو تا هو داز لواحد الطريق واحد داز واحد الطريق. هي كانت البدايه هذا الشيء هذا، ولكن صعيب ترجع مي بوكو با كلشي من بعد اكوتي يعني مع خدمتك تقدر تبدا. ها اللي كيبان لي انا قريب لانه دابا انت بعدا واحد القضيه ديال قلتي بزاف الناس ما عارفينش انت. انا كنشوف باللي يعني في لي ريزو سوسيو كتشارك داكشي اللي كدير، ولكن عندك واحد لو كوتي ايدوكاتيف. انا كنشوف بزاف لي غير اللي كديروا داكشي فيهم
بحال تكوينات يعني واخا خفيفه ولكن كتفسر شي شويه للناس توتوريالز توتوريالز اكزاكتومون كات هذا مؤخرا حاجه اللي مهمه كنتي عطيتي ماستر كلاس يومي لمده اسبوع في اكبر حدث اللي كان هو المعرض الدولي للكتاب الطفل والشباب في الدوره الاولى ديالو في كازا وكنتي في لو ستاند ديال مارفل يعني ماشي اي حاجه داكشي علاش قلت انت راه هو الاقرب لهاد المساله واش هذا سان اوبجيكتيف تقدر توصل ليه من بعد تقريبا هذه الفكره كتجيني في راسي وخاص صعيبه هنا في كدوله في المغرب حيت باش تكري شي انيماسيون ديالك ولا ماشي انيماسيون كتسمى شي انيم ولا شي رسوم متحركه باش تصايبهم خاصك فريم واحد ليكيب لي كبيره انا باقي لحد الان كنرسم انا كنرسم وكن تقدر تكري شي حاجه ديالك ولكن شي حاجه في العالميه ولا شي حاجه باش تكري شي حاجه كبيره اذا فريم خاصها واحد اللي كيبي تكون كبيره باش انا كتصايب شي انيماسيون بحال هذه ولكن كنفكر فيها علاش لا وان شاء الله انت باقي صغير يقدر ولكن كبيره يعني بطبيعه الحال خاص لي مويان بزاف حيت علاش دابا المشكل انت كريت كيما راك ندوي على قبل انا وايمن انت كريت واحد الانيماسيون انت خرجتي وخرج واحد الانيم في مثلا 10 الحلقات ومن بعد فهمتي اذا واش غتدخل لي كتبقى مغامر واش غتدخل لي كنت خصك انك تنافس الناس اللي كبار حيت ما خصكش دير شي حاجه وتريب زعما ما بين قوسين فهمتيني ما خصكش دير شي حاجه انت وتحط فيها الفلوس والجهد وما تلقاش اللي يتبعك فيها فوالا حيت انا خص شي واحد اللي انفيستي معاك وخا شي واحد كذا اذا خاص واحد البيج حيت انا ما صايبش صايبه بوحدك ما يمكنش صايبه بوحدك صعيب خص كل وحده والطاج ديالو هكا اللي كيرسمها اللي كانيميها اللي كيلونها اللي كيكيم بزاف ديال العوامل كنتمنى لكم حظ موفق انه يكون عندكم انه يكون عندكم مجال اكبر للابداع وانه يكونوا الناس مقتنعين انهم يستثمروا نمشيو مريم ابتسام الفقره الثانيه اش قالوا عليك ايمن انا اللي بالي ما نديروش هذه المره اش قالوا عليك اش كتقولوا نتوما عليهم واش انا كنشوف بانك انت مشيتي للامارات العربيه المتحده ووليتي الان مدير قسم الاعلام في قريه الامارات العالميه للقدره تبع سمو الشيخ منصور انهيان يعني واحد المركز تبارك الله اللي هو كبير بزاف واش هنا كيقدروا الخدمه ديالكم وكيقدروا الابداع ديالكم بحال اللي كيتقدر له ولا فيهم جوج خاصك تخدم وتسنى مالوغوزمون لا هذوك الناس كيقدروا بزاف لا سبيسياليتي وحسيت بواحد الفرق ديال حتى ملي كتقول شي فكره كيسمع لك ويقدر يعطيك فكره اخرى وديفلوبيها انت وياه حتى تلقاو تخرجوا في فكره الواعره هنايا صراحه كنا شحال هذه صراحه كنا كنظلموا شويه من هذوك الناس اللي سوا ديزون كيفهموا مثلا في الغناء نهضروا على المغنيين كيفهم في الغناء كيهبط حتى لعندك كيولي يفهم معك في لافيش يعني ما كتقاسموش طريق كيدخل عندك ديال بصح وفي الاخر تيكون هو الزبون النهائي يعني تا خصك ترضيه خصك دير داكشي دير له خاطرو يدير داكشي اللي بغى واحد السيد كنت تسنت ليه فواحد الحوار قال لهم انا الكليان اللي نقدر نخدم معاه خاصو يكون ظريف وكيخليك تبدع الحرية وعنده الفلوس وإذا كانت وحده من هادو ما كاينهش كاين على الاقل جوج نقدر نشوف فهذا هو المشكل اللي كيدوي عليه الناس غالبا تيقول لك الفلوس يعني البودجي يكون مزيان خاص لا ليبرتي وهذا وهذا الشيء لا ليبرتي فيها حتى الوقت لان غالبا ما الماركات والناس اللي كيجيو لك الكليون اللي كيجيو كيعطيك يومين تيقول لك لا هذا الشيء البارح كان خصو يكون ساهل وخاص التعامل الانساني يكون مزيان من طبيعه الحال هذا الشيء صالح اي قليل بزاف قليل حيتاش كتحس براسك كيقول لك معانا وما كيخليكش تبدع وكيكون كيصدعك ثاني وكيقول لك خاصك انتربريتي داكشي اللي انا في دماغي هي راه اوكي راه انتربريتي داكشي اللي في دماغك ولكن خلي لي فرصه فين نعطيك حتى انا داكشي اللي في دماغي وولادو مراتو ما فاهمينوش واخا ايمن غير باش نوضحوا المساله واش هذا الشيء غير فاش كيكون الواحد يلاه بادي مازالش السميه ديالو دوك الناس ما عارفينش الخدمه ديالو ولا حتى فاش كيكون صافي كونفيرمي دوزتي تبارك الله شحال ديال لي بروجي عندك بورتفوليو عامر ومازال الناس كتشكك في القدرات لا لا صراحه ملي كدير سميتك كتكون لا كيولي يسمع لك بنادم حيت صافي ما بقيتيش صانع اسنان وليتي دونتيست لا حتى انت يعني كتولي يعني راك كتولي كنظن حتى الواحد فاش كيكسب الثقه وتيكون عارف راسو شنو داير دوز تجارب كثيره كيولي كيعرف كيفاش يتعامل حتى مع لي كليون طه واش عندك حتى انت هذه المساله خصوصا تكلم قبيله ايمن على الفريلانس حتى انت كانوا عندك تجارب مع شركات انتاج وقررتي انك تخرج وتشتغل بوحدك باش تلقى راحتك اكثر كما قال ايمن اتفق معاه 100%
داكشي علاش كتحاول تخرج، علاش ما كتخرج للفريلانس؟ حيت كتولي انت تجاري البروجيات ديالك كما بغيتي، كتختار داكشي مع من غتخدم الكليان شكون هو هذا، ما كتوليش تخدم مع اي واحد، وكتولي راه من سميتها راه باينه الفريلانس، كتولي انت فري في الاختيارات ديالك. فبالنسبه ليا الفريلانس احسن من انك تكون فيكس في شي حاجه. ونفس السؤال بالنسبه لايمن، واش هذا الشيء ديال واش فري كتكون حر يعني من الاول وانت مازال ما درتيش السميه ديالك، ولا لا الحريه هي عندها ثمن خاصك بعدا تتفق مع 100%؟ حيت الكليان بعدا ما كيخليش لك بعدا لو شوا، بعدا كيدخل معك في كل شيء. وفاش كدير سميتك، علاش فاش كدير سميتك كيولي عيطك على اساس انت هذاك خونا، ما كيعرفش قال لك انك الخدمه اللي كدير ولا كذا، كيولي عيط عليك على السميه، داكشي ما كيبقاش يدخل معك في الديتاي بزاف. اذا فاش كيعيط لك كذاك الانسان اللي معروف ولا كذا، كتولي انت تعطي الراي ديالك، كيمشي لك تكون هذه في الاول فمعيط لك على الخدمه ديالك، على شنو كدير، كتولي انت كتعامل، اسمح لي ايمن، كتعامل بزاف مع الناس على برا. واش كتلقى فرق كبير بزاف؟ ويلي فرق كبير بزاف. براسك عارفه الفرق كبير. العقليه هي المشكل. لا انا كنسول فرق كبير بزاف. حيت فرق كبير بزاف، حيت كنتمنى هنا في المغرب ميجي يعطيك الراي ديالو ولكن ما يدخلش معاك في الديتاي. علاش؟ حيت في اخر المطاف في الدومين ديالك، فانت غتكون كتعرف احسن منه في ذاك الدومين ديال فاش تدخل مع انت هو غيعرف احسن منك. اذا محتار متخصصات. فوالا، اذا فاش كتدخل يخدم معاك في شي بروجي وشي حاجه كيبغي حتى هو يحط يده، حتى انا بغيت ندير حنا راه كيديروا كيديروا طومبيل عند ميكانيسيان، وخاص راه دابا باش تصاوب وكيفهم اكثر من كيفهم، كيبغي يقول لك لا خاصك دير هذه ما خاصراش. فراه 90% ديال الخدمات اللي كيخرجوا لنا في المغرب فكره كتلقى 70% 80% ديال الكليان هي خدمته هذه. فانت ما كتدخل كتخرج داك البوفوار ديالك كامل في البروجي، هذا هو المشكل. ولا تمشى داك الشيء مزيان، راه داك الشيء راه مزيان ضل كيرجع لي. ولا ما تمشاش الغلط ديالك ديك 20 و30% اللي زدتي هي اللي داك الشيء. فاش كنخدم مع الناس ديال برا ما كتلقاش معاهم هذا المشكل هذا، كيجي من الاول اصلا في البيدجي، كيعطيك البيدجي نيشان هو اصلا بعدا كيقترح عليك البيدجي، وحتى في الخدمه كيعطيك البريف ديالو كيقول لك عوم بحرك صافي. اذا فهمتي كيقترح عليك زعما لي بروبوزيسيون اللي عنده، وكيبقى يتشاور معك، كيتبع معك ولكن ما كيدخلكش في التفاصيل. هذيك ليسباس اللي حنا كنا كنقلبوا عليه شحال هادي، راه اسباس او ميم طون كيخلي لك كيحملك المسؤوليه. انت راك واخد فلوس وهو محملك ديك المسؤوليه ديال انت بينك وبين راسك، كتقول خاص هذا البرودوي يكون واعر باش على الاقل يقول لي برافو راه تو ميريتي هذاك الفلوس اللي انا عطيتك. هنا لا، كيكون الثمن طايح ما كاينش الوقت، وما كاينش الوقت ما كاينش والتعاون، وكيعطيك شي حاجات اللي اوغ كيقول لك تعاون معنا نشوف كيدير. لا وهذا البروجي الاول غنكبروا من بعد، ونكبروا من بعد في الاخر كيكبر هذا الشيء اللي كتبدا دوز اللي بدات كتبدل هذه القضيه صراحه في لي زارتيست ولاو كيفهموا، سورتو لي زارتيست اللي دابا اللي تعاملت معاهم حيت ولاو صحابي دابا. لا طاليس، اوموغاجي، ايوب ادريس، دراتي، سعد المجرد، ولاو صراحه ولينا تربات فينا واحد العلاقه ولينا كنتفاهموا. طاليس مثلا كيقول لي انا راه كاتبها بحال هكا، انا كنبروبوزي عليه مثلا كيفاش تكون لافيش، كيقول لي زوينه شنو في نظرك نزيدوا لها هذه ولا ما تجيش؟ اوكي اعطيني اون بروبوزيسيون نشوفوا كي لا. وتعلموا الدراري حتى التفاوض مع الشركات الكبرى وهذاك، مش ماشي كتجي انت محتاجني وكتبغي تحسني بانك كدير فيا خير حيت مخدم. اكزاكتلي هذا اشكال عندنا كبير في المغرب. والثقه اللي كيكسبوا يعني المتخصصين نقدروا نقولوا من بعد التجارب ديالهم كتخليهم يتعاملوا بطريقه مختلفه، وهذا الشيء اللي خاصنا بلوس دو جون اللي تايقين في ريوسهم وعارفين راسهم شنو كيديروا، كيفرضوا شي شويه على الناس اللي كيتعاملوا معاهم طريقتهم في الاشتغال. غادي نمشيو للكويز. نمشيو للكويز مباشره مع ايمن. احنا ديما كنتكلموا على اول مره اخر مره، غندير معك دابا اهم مره ولا اهم حاجه. شنو بالنسبه لك اهم مشروع ولا بروجي حسيتي انك تعلمتي منه وانت كتشتغل فيه؟ فيلم الاخوان مع طاليس، صراحه تعلمت بزاف الحوايج. شنو هي اهم مرحله في مسارك المهني في المغرب؟ اهم مرحله، اهم مرحله اللي عشتيها حسيتي بانها عطاتك ديك الدفعه القويه؟ لا بيريود ديال الكونفينمون. كونفينمون تعلمتي فيها بزاف؟ انا ديما كنقولها، انا الكونفينمون ولا الفيروس كامل ديك داكشي اللي عشنا كان معايا وماشي ضدي الصراحه، حيتاش بسببه قدرت نجلس مع راسي، بسببه قدرت نفكر في داكشي اللي مزيان ليا وداكشي اللي لا،
وبسببه لونسيت. هو ماشي الفيروس اللي كان معك، هو انت اللي كنتي مع راسك، حيت كل واحد تدبر امره خلال ديك المرحله. كاين اللي قدر بهذاك الوقت يدير شي حاجه اللي هي زوينه، اي حيت الفيروس ما مع حتى شي واحد. اهم لحظه عشتيها في الامارات العربيه المتحده، ربما من غير الحصول على البوست اللي حصلتي عليه ولا على المهنه اللي حصلتي عليها، بغيتي حاجه من غير هذه؟ حيت عارف بان اهم لحظه هي الثقه ديال اللي عطاوك في الخدمه ديالك، ولكن قبل شي حاجه اللي كانت بالنسبه لك ذاك ليك. صراحه منين اهم لحظه انا كنشوفها هي صراحه منين فهمت كيفاش نتعامل مع لي كليون، منين عرفت نبيع راسي تما، هذيك هي اهم مهم لحظة. انك تعرف تبيع راسك. اهم حاجه بالنسبه لك في العمل ديالك شنو هي؟ هي تخدم وما ديهاش في داك الشيء الاخر اللي يقدر يبرز لك الخدمه كسو سوا تكنيك ولا برود ولا فلوس ولا خدم. وكاضافه شنو هي اهم حاجه انت كتعتبر انك كتضيفها بخدمتك؟ كنضيفها انا بخدمتي صراحه كنشوف مون ستيل، لو ستيل ديالي انا صراحه كنشوفه اونيك، وكنظن بان هذا الستيل ديالك كيجعلني ان نقص الخرب ديال اهم قرار خديتيه في مسارك المهني هو الستيل ديالك، لانه اليوم راه انت في امارات تقدر تكون بعت في بلاد اخرى ولا شي حاجه. انا كنظن بان الستيل ولا سيناتور التوقيع كما كنقولوا هي اهم حاجه. شكرا لك وكنتمنى لك ان شاء الله حظ موفق. اليك الخط بزاف. شكرا الاخ سميد. غنمشيو للكويز معاك طه، وغنقترح عليك اول مره، وبغيتك ترجع لي لاول مره رسمتي، واش مازال عاقل عليها؟ اول مره ما نقدرش نعقل عليها بالضبط، حيت من النهار عرفت راسي وانا كرسام، اذا من الصغر. من الصغر. اوكي، اول افيش بروفيسيونيل خدمت؟ اول افيش بروفيسيونيل غتكون اللي كندير شي سيري كبيره، كندير كازا ستريت. اوكي، اول بروجي كبير جاك وعطاك الثقه في راسك؟ اول بروجي كبير مع حكيمي. اوكي، هذاك اول بروجي كبير. في مواقع التواصل عندك مشاهدات كثيره، ولكن اول مليون مشاهده؟ اول مليون كانت ديال اول فيديو غادي ندير بهذا الستيل ديالي ديال لي غي اللي كندير، كانت ديال لا سيري ستريجر ثينك. وهذه كيفاش اول مره اكتشفت؟ كنت بغيت نجرب، كنقول غنجرب واش لا تصدق. زوينه التجربه بمليون مشاهده. كنت بغيت نجرب السيت، قلت والله الا نجرب هذا الستيل طاحت عليا فكره الغد اللي درتها. صافي اون فوا كنفيق الصباح كتلقى مليون، صافي كتكمل في السيستم. يا سلام. اول مره حسيتي باللي لونطوراج ديالك وخصوصا الوالدين فهموا شنو درتي وفرحانين ليك؟ فاش درت لي زابليكي في الباك، حيت كنت جيت الاول في جيت مراكش اسفي، وكنت جيت في واحد الماتيغ انا الاول في المغرب ديسان دوبزيرفاسيون، كنت 1978. صافي تما عرفوا راه داير شي حاجه اللي انني كنتقنها مزيان. صافي ديك الساعه عفوني شنو كندير، قول لهم راه الطبيب ديال الرسم. استاذ دكتور هذيك دره. برافو عليك طه، الله يخليهم ليك والله يمتعك برضاهم دائما. شكرا لكم بزاف على اجوبتكم زوينه في الكويز. وصلنا تقريبا لنهايه الحلقه، غنمشيو باش نختموها. وصلنا لنهايه البرنامج، بقى سؤال واحد. بزاف ديال الدراري باغيين نديروا الجرافيك ديزاينر، وخلوا عين واحد المساله مع هذه الانطلاقه الخطيره ديال الذكاء الاصطناعي، وكيقولوا بانه يمكن هذا من المهن وهذه من المهن اللي غادي تندثر، ما غتبقاش انه الاي اي كيقدر يدير كل شيء. شنو يمكن لكم تقولوا انتم على هذه المساله؟ الاي اي بالنسبه لي هو واحد الثوره جات، ولكن كتسهل بزاف ديال الحوايج. نقدروا نقولوا من القدام عارفين شنو غادي يخرج، يقدر يبدل بزاف ديال ليميتي في بلاصتهم، ولكن بالنسبه لي انك تشدك الاي اي وتمشي مع الموجه وتخدم به وتخرج شي حاجه احسن من الاي اي، حيت اصلا الاي اي عمرو غادي يسالي والديفلوبمون عمرو غادي يسالي، غنبقاو غادي اللهم تاخذ داكشي اللي فيه وتخدم به وتحرك يولي اداه تخدم بها وتخرج شي حاجه اللي ما كدير بالي برينستورمين كاع انت يولي عندك 87 ديز اوبسيون تاخذ منهم. اما باش تقول ديك القضيه ديال لا ما نخدمش به كذا وهذا بهذا، فراه عمرك غتديفلوب من بعد. الذكاء الاصطناعي انا صراحه ما نقولها في جوج كلمات، انا كنشوفه هو محتاجنا وحنا محتاجينه، يعني هو كيعاوننا وحنا كنوجهوه. هذا هو الذكاء الاصطناعي، ما عمره ما يفوت داكشي اللي مثلا يعني خاص واحد الاكسبيرتيز وخاص واحد التخصص باش تقدر تستخدمه بطريقه اللي مزيانه. نديروا معكم شي 10 الحلقات نديروا هادشي كله، نديروا شي بوب اب شو بوحده بصح حيت المجال كبير بزاف وفيه بزاف ما يتقال. شكرا لكم بزاف طه رشيدي، ايمن بوطالب، كنا فرحانين نستقبلكم اليوم واستفدنا حتى حنا معكم بزاف. ان شاء الله نعاودوا نتلاقاوكم شي حلقه جايه باش ان شاء الله تعطيونا الجديد ديالكم. شكرا سميد. شكرا لك ابتسام، شكرا ايمن، شكرا طه. كنتمنى لكم ان شاء الله حد موفق وبانكم توصلوا كاع الاهداف اللي بغيتوا، وكما قلتوا انتم مهمين، انتم والفنانين وكاع الناس اللي كيديروا شي حاجه اللي عليها القيمه. اي واحد خاصو يفهم
انه مهم وانه يحس بديك الاهميه ديالو. شكرا لكم مشاهدينا اللي تانتوما مهمين بزاف بالنسبه لنا على متابعه البرنامج. كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقيته زوينه معنا. يمكنكم تشوفوا الحلقات السابقه عبر موقع قناه ثانيه دوزيام بوان ايما. وغنتلاقاكم نهار الاثنين ان شاء الله لحلقه جديده من بوب اب نيوز. السلام عليكم. سلامه.